السلام عليكم، وشكرا طبعا للمنظمين. يعني هذه فرصة برأيي مهمة جدا لمناقشة قضايانا الفلسطينية في ظل تمدد الاستيطان الاستعماري كما سماه الأستاذ جميل هذا الصباح. يعني من البحر إلى النهر هناك حالة استعمارية استيطانية يعني كولونيالية التي طبعا أوصلتنا لواقع مركب جدا، ونتمنى إن شاء الله بعد هذا المداولات هذا المؤتمر اليوم ويوم غد أن تخرج هناك توصيات مهمة لكيفية تعاملنا نحن كفلسطينيين مع هذا الواقع المركب، خاصة في ظل صعود الصهيونية الدينية وتحول إسرائيل من دولة كما يدعون ديمقراطية إلى دولة دينية. يعني هناك صراع مثير جدا في الشارع الإسرائيلي على هوية الدولة الاستعمارية الاستيطانية، وهذا الصراع ما يحدث في الشارع الإسرائيلي يعني هو أمر مهم جدا أنه نفهم هذه المرحلة، نستوعبها، ونحاول أيضا نفكر في آليات نحن كمجتمع فلسطيني لمواجهة هذا الخطر، خطر حقيقي يواجه المجتمع الفلسطيني في الداخل وأيضا في القدس وفي الضفة الغربية وفي غزة. طبعا بالنسبة لي أنا سأتحدث في هذه المقالة باختصار يعني شديد ببعض المحاور المركزية عن مدينة القدس، عن واقع المدينة المقدسة العاصمة الفلسطينية، وبالذات ماذا يعني ترتب عن إقصاء مدينة القدس من اتفاقيات أوسلو، وهل بالفعل أوسلو يعني خلقت سيرورة ليس فقط في القدس صراحة، سيرورة أيضا في منطقة سي اللي تم النقاش والحديث عنها في البانيل الأول، أنه ليس فقط في القدس هناك حالة استعمارية كولونيالية، إنما أيضا في منطقة سي اللي فيها طبعا تم السيطرة على أجزاء كبيرة من هذه المنطقة، لكن أنا سأتركز في حالة القدس في محاور مركزية. طبعا لا نستطيع الحديث عن القدس في الواقع الاستعماري الكولونيالي بدون العودة لمحور مركزي مهم جدا، هو كيف كانت هذه المدينة في الفترة الأردنية. طبعا هذه المدينة كانت يعني عنصر مركزي مهم جدا في منظومة العالم العربي. يعني إذا تحدثنا فقط كبداية عن القدس في الفترة الأردنية، نستطيع أن نرى على سبيل المثال مدينة مثيرة جدا لها ارتباطاتها الاقتصادية والسياسية بشكل يومي مع العاصمة الأردنية في تلك الفترة عمان، وحتى أن القدس كانت ذات أهمية أكبر من عمان ولها ارتباطات اقتصادية مهمة جدا في المدينة القدس، وهذا راح يعطينا فرصة نفهم ماذا حدث لاحقا في القدس من تفريغها من القيادة السياسية. يعني في بداية في الفترة الأردنية نستطيع أن نتحدث عن مدينة مركزية ذات اقتصاد قوي ارتبطت في العالم العربي في العواصم العربية، ارتبطت بمطار القدس الدولي، ارتبطت بالعلاقة الدبلوماسية مع العالم العربي. يعني نتحدث في هذه الأيام عن الشيخ جراح على سبيل المثال، الشيخ جراح لم تأتي قضيته من فراغ، إنما الشيخ جراح هذه الحارة التي تقع على الحدود عام 1967 هي مجال جيوسياسي مركزي على سبيل المثال الذي تركزت فيه غالبية القنصليات العربية منها السورية والعراق وحتى الكويتية والسعودية، وهذا يحدثنا أيضا عن مركزية القدس الدبلوماسية في الفترة الأردنية وماذا حدث لاحقا لهذه المركزية. يعني القدس في تلك الفترة كان لها ارتباط أيضا في الحيز العربي، لها ارتباط مهم جدا في نواحي أخرى حياتية، التواصل يومي اقتصادي وسياسي، وحتى تنظيمات سياسية التي ظهرت في القدس في تلك الفترة واختفت عن هذه الساحة بعد عام 1967، منها وجود تنظيمات مهمة جدا على سبيل المثال مثل حزب البعث والقوميون العرب وأيضا الأخوان المسلمين في مدينة القدس، أين اختفت هذه بعد عام 67؟ هي قضية مركزية مهمة جدا، وأنا برأيي بدون فهم حالة القدس في الفترة الأردنية يصعب علينا أن نفهم ماذا يجري اليوم، لأنه ماذا يجري اليوم في القدس له ارتباط
مباشر بالقوانين التي تم وضعها في الفترة الأردنية، وهذا تحدثت به الأستاذة ريم طبعا في قضية القوانين كيف تؤثر هذه الحقبة الأردنية على القدس في هذه الفترة، هي جزئية مركزية. جزئية أخرى طبعا مهمة جدا، يعني كيف كانت القدس في الفترة الأردنية وكيف أصبحت بعد عام 1993 بعد اتفاقية أوسلو. طبعا اتفاقية أوسلو يعني خلقت واقع أنه بدأ هناك صراع بين إسرائيل طبعا وبين الفلسطينيين لتغيير أو لتسريع تهويد المدينة المقدسة بعد عام 1993. يعني أنا برأيي إقصاء المدينة من أوسلو كما تم إقصاء منطقة سي وقضايا أخرى خلقت واقع سيطرة إسرائيلية كاملة على الحيز الفلسطيني في القدس، وأيضا فصل هذه المدينة عن الحيز الفلسطيني. يعني أوسلو خلقت واقع مركب جدا في مدينة القدس، يتم فصلها عن مدينة بيت لحم، يتم فصلها عن الضفة الغربية وأيضا عن مدينة غزة. يعني غزة قبل أوسلو على سبيل المثال كنا نرى سيارات الأجرة وتاكسيات غزة في البلدة القديمة في باب العمود على سبيل المثال. هذه الظاهرة يعني اختفت بعد أوسلو، رغم أن أوسلو أعطت أمل معين أيضا للفلسطينيين في القدس وأيضا في قضايا لم الشمل، لكن أوسلو أتت ورسخت واقع استعماري استيطاني تهويدي سريع جدا لهذه المدينة. يعني نرى مدينة مفصولة عن الحيز الفلسطيني بعد عام 1993، ونرى قضايا حياتية مركزية جدا. يعني هناك حالات تهجير صامتة يعني بدأت تأخذ حيز سريع جدا بعد أوسلو، تحدث عنها الأستاذ إبراهيم في 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 البانل الأول، إنه يعني تم بشكل ممنهج الضغط على المجتمع الفلسطيني المقدسي بجميع آليات الاستعمار والاستيطان اللي هي أدت إلى نزوح خفي ونزوح صامت للمقدسيين إلى خلف الجدار، إلى منطقة الرام، إلى منطقة كفر عقب، وإلى هذه المناطق التي أصبحت على ما يسمى على البوردر لاند، وهي مناطق التي أصبحت في وضع خطر جدا. ما هو وضعهم القانوني لهؤلاء الفلسطينيين الموجودين في منطقة كفر عقب على سبيل المثال ومناطق خلف الجدار؟ يعني أوسلو رسخت هذا الواقع وشجعت الفلسطينيين لاحقا للهجرة الصامتة من المدينة لعدم توفر طبعا تصريح بناء، لعدم توفر طبعا حالات أو حالة اقتصادية أفضل. وبعد هذه الفترة فترة أوسلو هناك ازدياد كبير جدا لوتيرة هدم البيوت في الشيخ جراح، هي الحالة الأخيرة، لكن في المدينة في بشكل عام في سلوان وغير سلوان، وحالة طبعا بناء الجدار عزلت المدينة المقدسة عن حيزها الفلسطيني، عن الضفة الغربية، عن بيت لحم، وخلقت واقع في مركب جدا في كفر عقب والرام طبعا. وهذه جزئية مركزية جدا تذكرنا أيضا بهدم البيوت وما يحدث في النقب الفلسطيني اليوم. يعني ما يحدث في النقب الفلسطيني وما يحدث في القدس بقضية هدم البيوت هي نفس الآلية الاستعمارية، وهذه ما تتحدث عن نموذج استيطان استعماري اللي هو أيضا نواجهه نحن الفلسطينيين في الداخل. جزئية أو محور مركزي مهم جدا ظهر بعد أوسلو بشكل سريع جدا كانت هي قضية المؤسسات الوطنية الفلسطينية التي تم إغلاقها مباشرة بعد أوسلو. يعني أوسلو في وثيقة يورغن هولتس على سبيل المثال تعهدت وكتب بشكل واضح أنه لا يتم أي عملية لإغلاق المؤسسات الفلسطينية وخاصة مؤسسات المجتمع المدني بعد أوسلو، لكن بفترة سريعة جدا نرى عشرات المؤسسات المقدسية التي تم إغلاقها مباشرة بعد أوسلو منذ عام 93 حتى عام 95، وإذا وصلنا حتى عام 2000 نرى هناك أكثر من 60 مؤسسة مقدسية فلسطينية تم إغلاقها مباشرة بعد أوسلو. يعني أوسلو أعطت أداة للإسرائيليين لخلق واقع جديد في المدينة المقدسة. طبعا تم إغلاق بيت الشرق في العام 2002 اللي هو رمز الوجود الفلسطيني في مدينة القدس في غياب فيصل الحسيني، طبعا لا يوجد اليوم هنا أي قيادة سياسية للفلسطينيين في القدس،
ومصادرة الأرشيف والتاريخ الفلسطيني من بيت الشرق. يعني هذه جزئية مركزية في سيرورة بناء الدولة. يعني الوثائق والأرشيفات هي جزئية مركزية جدا، لكن إسرائيل قامت بمصادرة هذه الأوراق، أوراق بيت الشرق، وأغلاق هذا بيت الشرق طبعا اللي هو رمز للسيادة الفلسطينية في المدينة، وتهجير القيادة الفلسطينية طبعا إلى كفر عقب وحتى إلى خارج الجدار. يعني تصوروا مدينة القدس، يعني المحافظ حسين غيث أو المحافظ السابق عدنان الحسيني، يعني مكتبه موجود بكل بساطة في 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 الرام خارج الجدار. وهذا يحدثنا كل الرواية أنه أنت كفلسطيني لا يوجد لديك أي حق قيادي في الوجود أيضا في المدينة، رغم أنه عدنان الحسيني على سبيل المثال المحافظ السابق يسكن في حي الشيخ جراح، لكن مكتبه موجود في الرام خارج الجدار. وهذا جزء من تفريغ القيادة الفلسطينية من المدينة، وهي جزئية مركزية استعمارية اللي تم اتباعها بعد أوسلو، وتم التسريع في هذه العملية. جزئية أخرى هي أيضا محاولة أسرلة المدينة من ناحية مناهج التدريس. يعني تصور اليوم هناك الكثير من مناهج التدريس في القدس، والمدارس العربية الفلسطينية المقدسية تدرس المنهاج الإسرائيلي، وهذه جزئية مركزية في الصراع على هوية المدينة. يعني تبقى بعض مدارس الأوقاف التي تدرس المنهاج الفلسطيني، وبعض المدارس أو بعض المؤسسات الدولية أو المدارس الدولية التي تدرس المنهاج الفلسطيني، لكن هناك الكثير من المدارس التي دخلت فيها قضية أسرلة المنهاج، والكثير من الميزانيات التي وصلت من المؤسسة الإسرائيلية من أجل أسرلة المدينة. يعني أنا برأيي آخر معاقل أسرلة مدينة القدس هي ما تبقى من جهاز التربية والتعليم، وهذه جزئية مركزية ومهمة جدا. وآخرها طبعا في 2019 تم إغلاق مديرية التربية والتعليم في البلدة القديمة، مديرية التربية والتعليم التي تتبع لرام الله طبعا لمدارس الأوقاف تاريخيا تم إغلاقها. يعني هذا آخر ما أغلق في 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 مدينة القدس من ناحية مؤسسات تربوية. يعني المديرية نفسها لا تستطيع أن تأخذ زمام المبادرة أو القيادة التربوية في هذه المدينة، وهذا خلق واقع أنه غالبية المدارس، يعني جزئية كبيرة من هذه المدارس أصبحت في بأيدي إسرائيلية من ناحية المنهاج وأيضا من ناحية الميزانيات، وهذه جزئية مركزية جدا. وهناك أيضا دخول ما يسمى المراكز الإسرائيلية اللي هي المراكز الجماهيرية الإسرائيلية للحيز المقدسي. يعني اليوم هناك الكثير من المراكز الجماهيرية الإسرائيلية في الحيز المقدسي في الحارات المقدسية، وهي هذه دخول للحيز المقدسي عن طريق المراكز الجماهيرية وعن طريق مراكز التشغيل، وأيضا تدريس اللغة العبرية. يعني هذا جزء من برنامج أسرلة وهو معد له بعد أوسلو، ووصل طبعا أنا برأيي إلى مرحلة مهمة جدا، خاصة في قضية المنهاج والصراع على هوية القدس الثقافية وهوية المدارس اللي هي أحد آخر معاقل سيطرتنا أنا برأيي على مدينة القدس. المحور الآخر المهم جدا وهو ما يتحدث عنه هذا المؤتمر هو الإقصاء الاقتصادي وعزل مدينة القدس عن الحيز الفلسطيني. قبل أوسلو كانت المدينة مركز اقتصادي مهم جدا، جزئية مهمة جدا في الاقتصاد الفلسطيني. بعد أوسلو بسنوات بدأت تتدهور، أو مجال الاقتصاد بدأ يتدهور بشكل سريع في العام 2013. في العام 2015 هناك بعض يعني الأدلة التي تشير إلى نزوح جزئية كبيرة من رجال الأعمال الفلسطينيين أصحاب المصالح من البلدة القديمة إلى الضفة الغربية إلى الخليل إلى بيت لحم وحتى أريحة. وهذا ما نتاج لهذه الاتفاقية، اتفاقية أوسلو، إنه هؤلاء طبعا رؤوس الأموال نزحوا خارج المدينة، وهذا طبعا له تأثير مباشر بقضية بناء جدار الفصل العنصري اللي هو خلق واقع أنه لا يوجد هناك بدائل للمجتمع الفلسطيني اقتصاديا. وهذا أيضا جزئية مركزية في, 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 في قضية إغلاق الفنادق، إغلاق المحلات التجارية في البلدة القديمة، والتي بدأت للصراحة في العام 1967 مباشرة. يعني إسرائيل أغلقت الكثير من المحلات التجارية في البلدة القديمة مباشرة بعد عام 1967، وهذا استمر لاحقا في إغلاق الكثير من المؤسسات الاقتصادية.
وهذا أدى طبعا إلى عدم وجود مركز اقتصادي للمقدسيين. يعني آخر مخطط هو ما يسمى مخطط وادي السيليكون في وادي الجوز، هو على سبيل المثال يسعى إلى تهجير الرؤوس الاقتصادية من وادي الجوز ونقل هذه الأماكن الاقتصادية إلى محطات، إلى أماكن إسرائيلية، خاصة أنه الفلسطينيين بدأوا يستثمروا في القدس، بدأوا يستثمروا في مناطق صناعية اللي هي مثل ميشور أدوميم و والطالبية تل بيوت وغيرها، اللي هي المراكز الاقتصادية الإسرائيلية. وهي جزئية من غياب استراتيجية فلسطينية لما يحدث في القدس صراحة. طبعا في هذا الحيز دخل الفلسطينيون من أراضي عام 1948 في السنوات الأخيرة. يعني الفلسطينيين من أراضي 48 بدأوا يلعبوا دور مهم جدا في تعزيز صمود المدينة الاقتصادي، منها مشاريع الحركات الإسلامية الشمالية والجنوبية اليومية للمدينة المقدسة، ومنها أيضا نزوح الطبقة الوسطى، ما ذكر في البانل الأول، الطبقة الوسطى الفلسطينية من الداخل للعيش والسكن في مدينة القدس، منها في بيت صفافة، منها في التل الفرنسية، منها في النبي يعقوب، وحتى في المستوطنات مثل بسجاد زئيف، الذين وصلوا كأيدي عاملة خبيرة في، إن كان في المجال القانوني وإن كان في المجال الاقتصادي وحتى وإن كان في مجال الاستثمار اللي هو العقاري. وهذا أدى إلى وصولهم إلى القدس، وهذا لعب مهم جدا في غياب طبعا منظمة التحرير وفي غياب السلطة الفلسطينية. الجزئية الأخيرة في دقيقة واحدة، ما يحدث في القدس في منذ حبة أيار حتى اليوم هو معركة على السيادة، من هو صاحب السيادة في المدينة المقدسة، معركة لرسم حدود المدينة من جديد، ومعركة أيضا لمحو الخط الأخضر. يعني إذا تحدثنا عن الشيخ جراح نتحدث عن محو الخط الأخضر وأيضا السيطرة على هذا الحيز المهم جدا، حيز الشيخ جراح. لكن هناك نماذج أخرى من فرض سيادة إسرائيلية كاملة على المدينة، وهي مسيرة الأعلام السنوية الإسرائيلية في باب العمود، ومحاولة طبعا لمحو الخط الأخضر ولفرض أيضا سيطرة كاملة على الحيز الفلسطيني في القدس عن طريق مسيرة الأعلام، وعن طريق أيضا الماراثون الرياضي. تصور الماراثون الرياضي الذي يحدث كل عام في مدينة القدس يدخل إلى الأحياء العربية، وهذا جزء من ادعاء السيادة على الإسرائيلية. وحتى في ذكرى النكبة وفي استقلال إسرائيل الأسبوع الماضي أو قبله، يعني الطائرات الإسرائيلية مرت من فوق مدينة القدس في عرض عسكري واضح أنه هذه مدينة تحت سيادة إسرائيلية. لكن يبقى أن نقول أن الحراكات الشبابية التي ظهرت في مدينة القدس في السنوات الأخيرة، منها حراك باب العمود وحراك حي الشيخ جراح، التي اشتبكت مع حراكات المدن العربية في الداخل الفلسطيني، اللد والرملة ويافا وعكا وحتى النقب، هي الجزئية المركزية والمهمة التي حدثت في السنوات الأخيرة في مدينة القدس. وهذا برأيي هذا هو أمل الأجيال الشابة، أنه هناك آلية أيضا للحركات الشعبية من أجل سد هذه الآليات الاستعمارية الكولونيالية. وأنا برأيي جزئية مركزية في الخطاب عن مدينة القدس، لا نستطيع أن نفهم مدينة القدس في الواقع المركب اليوم بدون العودة إلى الفترة الأردنية. الفترة الأردنية برأيي هي رسمت ما يحدث لنا اليوم في مدينة القدس، وهذه جزئية مركزية هي في سيرورة كتاب أنا أتعامل معه في هذه الفترة، وسيأخذ عقد طبعا من الزمن، لكن في نهاية المطاف نأمل أنه يتم يعني الكشف عن الأوراق الأردنية، وأيضا فهم ما يحدث في قضية الخان الأحمر وتأثيره على الحيز المقدسي، وحتى ما يحدث في منطقة سي اللي هي المناطق التي تسكنها العشائر البدوية، اللي هي أصبحت جزئية مركزية في الصراع اليوم. يعني الصراع حسم من ناحية الإسرائيليين في القدس، والآن يتحول إلى منطقة سي ومنطقة مسافر يطا والخان الأحمر. شكرا.